النهارده هنعمل الحلو الجميل ده، حلو سهل جدا وطعمه تحفه وينفع جدا لرمضان. تعالوا نشوف المقادير سوا. دلوقتي هنجيب بوله كبيره وهنحتاج 120 جرام زبده، هنسيحها شويه في الميكرويف، ونص كوبايه الا الجزء ده. تمام كده، هنخلطهم كويس بالمضرب لحد ما يندمجوا كويس جدا بالشكل ده، بقى لونهم ابيض. دلوقتي هنجيب بيضه هنقسمها، البياض في مكان والصفار في مكان. هنحط بياض البيضه ونحط البيضه على جنب، هنحتاجها بعد شويه. دلوقتي هنخلط البيضه دي مع السكر والزبده كويس جدا. تمام كده، هنحتاج باكو فانيلا ننزل بيه، وبعدين بيضه كامله بالصفار بتاعها والبياض. تمام كده، يبقى حطينا باكو فانيلا وبيضه كامله. يبقى احنا احتاجنا للخليط بيضه كامله وبياض بيضه. دلوقتي بقى هنحط دقيق سمولينا، هنحتاج منه معلقتين دقيق سمولينا اللي هو دقيق البسبوسة، وهننزل بالدقيق كوباية التانية ونص كوباية. يبقى احتاجنا كوبايتين ونص دقيق مع باكو بيكنج باودر، وهنقلبهم بالراحة كده من غير ما نبهدل الدنيا. ممكن نقلبهم بسباتيولا عادي، براحتكو خالص، مهم ان الخليط يندمج كويس. دلوقتي بقى هنعملهم بايدينا كده عشان نلم العجينه، عشان احنا عايزينها ملمومه مش مفروله كده، زي كده. تمام كده، دلوقتي بقى هنبدا نشكل العجينه. طبعا انا سايبه الفرن مفتوح على 180 وفتحه المروحه، انتوا ممكن تفتحوه من تحت بس، بمجرد ما تاخد لون خفيف كده تفتحوا الشوايه تاخد لون ذهبي بس خفيف. دلوقتي انا هبدا هعمل بقى اشكال مختلفه كده، وانتوا تختاروا الشكل اللي يعجبكم. ده اول شكل. هنحط بقى لوز مقشر كده بالشكل ده، نضغط عليه عشان ما يطلعش من العجينة. وخدوا بالكوا في الفرن لو لقيتوا مكسرات في نص السوا كده طلعت لفوق، اضغطوا عليها ضغطة عشان تدخل تاني جوه العجينة. دلوقتي هنحط عين جمل، هنعمل شكل تاني هنظبطه كده. هنحط ايه برضو، لوز مقشر بالشكل ده، تقدروا تتفننوا في الشكل وفي المكسرات زي ما انتوا حابين، ممكن ما تحطوش مكسرات خالص. دلوقتي العجينه جاهزه، هنحط شويه فانيلا على صفار البيض اللي كنا شايلينه على جنب، وهندهن بيه الكميه كلها. انا هعمل معاكم صينيه هندهن بيها بيض وصينيه من غير دهن بيض، وهنشوف هل هيفرق ولا لا. تمام كده، دلوقتي الفرن اهو بقى سخن كويس. بعد ما هندهنهم بيض هندخلها على الرف اللي في النص، واول ما يبقى لونها ذهبي جميل كده هنطلعها. هتاخد حوالي من 20 لـ25 دقيقه. اهم حاجه ما يزيدش عن 180. دلوقتي بقى الصينيه الثانيه، عملنا الاشكال دي وهنحط مكسرات، ده فستق مقشر ومطحون، هنضغط عليه كده عشان يدخل كويس في العجينة. الصينية دي انا دخلها الفرن بس من غير ما ادهنها بيض. دي اللي دهنها بيض طلعت من الفرن بالشكل الجميل ده. دلوقتي بقى ايه، هنحط عليها الشربات. الشربات بقى عبارة عن 3 كوبايات سكر، 3 كوبايات مية، رشة فانيلا ومعلقة ليمون. هنسيبهم يغلوا شوية على النار، وبعدين نسيبهم يبردوا. اول ما تطلع من الفرن نسقيها بالشربات كده زي ما انا بعمل كده. تمام، بس هتحتاج طبعا شربات كتير شوية، هنسيبها حوالي ربع ساعة في الشربات. دي التانية اللي انا ما دهنتهاش بيض، ده شكلها. هنسيبهم حوالي كده ربع ساعة يشربوا الشربات، ونحاول نحطهم نقلبهم كده في الشربات. ده شكل اول واحدة اللي احنا دهناها بيض، طعمها جميل جدا، حلوة سميد
تحفة هتعجبك جدا. ودي الصينية التانية اللي ما دهنتش بيض، انا شايفة ان مفيش فرق وجميلة قوي اللي مش مدهونة بيض، طعمها حلو وجميل والبيض مش باين فيها خالص، وشوفوا جميلة ازاي مفرولة. اتمنى الوصفة تعجبكم، كل سنة وانتم طيبين.